السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي الأعزاء. طبعا احنا اليوم إن شاء الله راح نستكمل دراسة الفصل الحالي اللي احنا فيه اللي هو التقنيات الحديثة. الحصة الماضية اللي هي الصور الجوية وصور الأقمار الصناعية أو الصور الفضائية، علم النظم معلومات جغرافية أخذناه، وعلم الاستشعار عن بعد اليوم راح نبلش فيه. وعلم الاستشعار عن بعد راح يدخلنا على علم جديد، وهو هذا العلم هو الجي بي اس او نظام الاحداثيات العالمي. فتذكيرا بالحكينا الحصه الماضيه، حكينا عن نظم معلومات جغرافيه، حكينا عن اهميه نظم معلومات جغرافيه، حكينا عن فائده نظم معلومات جغرافيه، ليش استحدثوا هذا العلم، تاريخه والتقنيات التي تعتمد على هذا المعلومات او العلم. تحدثنا عن ايضا اللي هو انواع الصور الجويه والصور الفضائيه. اليوم ان شاء الله راح نكمل عن اللي هو علم الاستشعار عن بعد. واخيرا او عشان ننهي موضوع النظم معلومات جغرافيه، حبيت اتطرق لموضوع اللي هو تطبيقات النظم معلومات الجغرافيه. ولكن خلينا نكبر الشاشه شويه بس هون. وصلنا عن تطبيقات النظم معلومات جغرافية، يعني ليش طلعت نظم معلومات جغرافية، أو ما أهمية نظم معلومات جغرافية في العالم الحالي في الوقت الحالي للإنسان. أول شيء اختيار المسار المناسب لخطوط النقل العام والربط بين المحافظات. يعني أنا كدولة بدي أساوي ربط ما بين طرق المواصلات وربط بين المحافظات، لابد أني اختار مسار مناسب عشان اختصر الوقت، اختصر اشوف اقصر مسافه بين المنطقتين، ادرس التراكيب الجيولوجيه اللي ممكن امر فيها، ادرس البديان، الهضاب، ممكن امر بصدع، ممكن امر بخطوط جريان مياه، فبالتالي لابد اني انا اشوف هاي الخارطه قبل ما ابدا بعمليه اللي هو اختيار المسار. اثنين، استخدامه للاتصالات في تحديد المواقع المناسبه لوضع اجهزه الارسال. كثير منا واحنا ماشيين بهالصحراء بالطرق الصحراويه او الطرق الخارجيه بنشوف في عندنا أعمدة إرسال واستقبال للاتصالات. طب كيف تحددت هاي المواقع؟ كيف تم دراسة الموقع وأنه يكون الموقع مناسب؟ ما لم يكن هنالك نظم معلومات جغرافية، يعني صور فضائية أو صور جوية. ثالثا، استخدامه في دراسة الأراضي الجافة والموارد الطبيعية. كيف يعني؟ أنا عندي مناطق بالصحراء في الجنوب، مناطق زراعية، لابد أني أنا بدي أدرس التوزيع الغطاء النباتي في هذه المناطق، لابد أني أنا أتعرف على أنواع المحاصيل اللي بيزرعوها هناك، مباشرة في كبسة زر، باخذ الصور من الأقمار الصناعية وبحللها وبنتج عندي الخرائط للأراضي هذيك أو الأراضي الموجودة هناك والموارد الطبيعية اللي ممكن أنا أستخدمها. مثل لو أخذت صورة اللي هو منطقة النقب في الأردن في الجنوب، راح تلاحظ عندي توزيع اللي هو الصخر الزيتي. اثنين، أو النقطة الرابعة اللي هي دراسة التغيرات السكانية والطرق والمرور وإنشاء المدن. طبعا هاي التغيرات احنا بنعرف انه التوزيع السكاني أو الأعداد السكان بتزايد، فلابد أني أحدث دراساتي، وإذا لم يكن تطبيقات أو إنما ما يكون عندي في نظم معلومات جغرافية فما بقدر أنا أتعامل مع التغيرات هاي بطلاقة. لابد أن يكون هناك موضوع، أو لابد أن يكون الطريقة السلسة في التعامل مع التغيرات السكانية والطرق والمرور. أخيرا، إنتاج الخرائط والمجالات السياسية. طبعا إنتاج الخرائط احنا كلنا نعرف أنه في عندي خرائط طبوغرافية، خرائط مناخية، خرائط جوية، خرائط تمثل مثلا المناطق النباتية، خرائط للسكان، خرائط كثير عندي، خرائط إدارية بتعامل معها اللي هي المحافظات، فلابد أني أنتج هاي الخرائط عن طريق نظم معلومات جغرافية. وأخيرا، المجالات السياسية. ننتقل الآن للاستشعار عن بعد ونظام الإحداثيات العالمي اللي هو الجي بي اس. نظام الاستشعار عن بعد هو تقنية علمية تتم عن طريق تحليل الصور الجوية وصور الأقمار الصناعية الفضائية وتفسيرها واستخلاص البيانات من دون الاتصال المباشر. يعني
أنا في عندي منطقة بعيدة، بركان، صدع، منطقة أصبح فيها كارثة جوية، منطقة نباتية بدي أدرسها، مناخ، أي شيء بدي أدرسه عن طريق الصور، والصور الأقمار الصناعية والجوية وآليتها اللي راح نتعرف عليها اليوم، بتتم دراستها عن بعد من دون الاتصال المباشر. طبعا تتم هذه الطريقة عن طريق 3 مكونات تعتمد على إرسال واستقبال الأمواج الكهرومغناطيسية. طبعا ليش الأمواج الكهرومغناطيسية؟ لأنها لها قدرة عالية على السير في مسارات بعيدة جدا، لها اختراق أي جسم أمامها، تحمل صفات هذا الجسم المراد دراسته وإلى آخره. ورح نتعرف الآن على الأمواج الكهرومغناطيسية أو لماذا نستخدم الأمواج الكهرومغناطيسية. طبعا انواع الاستشعار عن بعد، انواع الاستشعار عن بعد عندي نوعين رئيسيات. النوع الاول استشعار بسميه استشعار سلبي، وهو الاستشعار الذي يعتمد على اشعه الشمس في مصدر الامواج الكهرومغناطيسيه. يعني انا عندي، وراح نتعرف الان على صور، انا عندي جسم مراد دراسته، بنتظر الاشعه الشمسيه لكي تسقط على هذا الجسم، ومن من الجسم الى القمر الصناعي فيتم تحليل هذه المعلومات. أما النوع الثاني هو الاستشعار الإيجابي، وهو الاستشعار الذي يعتمد على أمواج مصطنعة يصنعها الإنسان عن طريق القمر الصناعي نفسه. يعني القمر الصناعي هو اللي بيودي الأمواج الكهرومغناطيسية للجسم، ومن ثم ترتد مرة أخرى للقمر الصناعي فيحلل هذه البيانات ويدرسها. كيف يعني؟ عندنا صورتين، العوامل التي تعتمد عليها نظام الاستشعار، عندي عدة عوامل راح نتعرف عليهم، ولكن هذول الصورتين بيبينوا أنواع الاستشعار. إذا كان الاستشعار سلبي زي ما أنتم شايفين في الصورة العلوية، يعتمد بشكل رئيسي على المصدر وهو الشمس في استخراج هاي الأمواج. تخرج الأشعة من الشمس، تصطدم بسطح الأرض، ومن ثم ترتد إلى القمر الصناعي اللي هو المستشعر، والقمر الصناعي يرسل هذه المعلومات إلى المحطة الأرضية. أما النوع الثاني، ما في عندي شمس، اللي هو الاستشعار عن بعد باستخدام نظام الاستشعار النشط أو اللي نسميه الإيجابي. الإيجابي هو عدم تدخل الشمس، ولكن يقوم على أمواج يصطنعها القمر الصناعي أو الإنسان. زي ما احنا شفنا بالطريقة الأولى أو الخط المسار الأول، أصدر القمر الصناعي أمواجه وارتدت من الجسم اللي هو سطح الأرض إلى القمر الصناعي مرة أخرى، ومن ثم يقوم بإرسالها للمحطة الأرضية، وبعد ذلك يحلل هذه البيانات. مكونات النظام اللي بنحكي عنه، أول شيء عندي المصدر. المصدر والذي يقصد به مصدر الأشعة الكهرومغناطيسية، وإما أن تكون طبيعي من الشمس وهو ما سمي بنوع السلبي زي ما تحدثنا سابقا، وإما يكون مصدره الإنسان وهو ما سمي بالنوع الإيجابي. أما الهدف، الهدف اللي هو الجسم المراد دراسته، هو كل جسم أو ظاهرة تنعكس أو ترتد عنه الأشعة. أما أجهزة الالتقاط وهو المكون الثالث أو العامل الثالث، وهي مرحلة استقبال الأشعة المنعكسة عن الهدف وتسليمها تمهيداً لدراستها عن طريق أجهزة الاستشعار عن بعد. إذن 3 مكونات، المصدر والهدف وأجهزة الالتقاط. نأتي الآن على أشهر الأقمار الصناعية المستخدمة. طبعاً علم الاستشعار عن بعد هو علم بسيط، ولكن يحتاج إلى ميزانيات ضخمة. يعني إذا بتلاحظ النظم معلومات جغرافية تحدثنا عنها مطولاً، يعني تقريباً الحصة الماضية كانت تقريباً 40 دقيقة فقط عن النظم معلومات جغرافية. الحصة تاعت اليوم عن القمر الصناعي أو الاستشعار عن بعد هو علم بسيط، ولكن أساسه إذ لم يكن هنالك قمر صناعي يستهدف الفئة المراد دراستها، إذا فشلت دراستك. نيجي اليوم على أشهر الأقمار الصناعية المستخدمة. الأقمار الأمريكية النوع الأول. الأقمار الأمريكية طبعا أطلق أول قمر منها سنة 1972، وهو على ارتفاع 920 كيلو متر فوق سطح الأرض، ويمسح الأرض بكاملها خلال 18 يوم. يعني لو أنا الآن، لو نفترض أنا في منطقة شفا بدران، منطقة شفا بدران أخذت لها صورة اليوم. إذا أخذت لها صورة اليوم، لا يمكن إعادة هذه الصورة أو أني أنا أرد أخذ صورة نفسها لمنطقة شفا بدران أو للأردن أو لأي منطقة بدك إياها إلا بعد 18 يوم. هاي طبعاً من السلبيات للأقمار الأمريكية، أنه طول المدة حتى أعيد أخذ الصورة لنفس المنطقة.
طبعا طور هذا القمر الى قمر اللي هو الميتوسات الذي يدور حول الارض على ارتفاع 36 الف كيلو متر. طبعا ابعاد هذه الصوره التي يغطيها القمر تعادل 185 كيلو متر في 185 كيلو متر، يعني مساحه واسعه، ويدور حول الارض دوره كامله كل 14 يوم. اذا لاحظنا انه لما تطور قلت هاي المده، وهي ايجابيه للقمر الامريكي اللي هو الميتوسات. طبعا استخدام هذا القمر للارصاد الجويه ودراسه الغطاء النباتي، كثير منا بنتعامل مع الارصاد الجويه ويوميا احنا بنتعامل مع الارصاد الجويه. ما عمرك تسالت كيف برسم الخرائط؟ هاي هي عن طريق اقمار صناعيه، يعني في اقمار صناعيه تدور حول الارض هدفها فقط لدراسه التغيرات المناخيه، لدراسه مثلا تحركات الغيوم، تحركات الكتل الهوائيه، الجبهات الهوائيه، تكون المنخفضات، تكون المرتفعات. ودراسة الغطاء النباتي كانت من أهم ما يميز هذا القمر الصناعي. الأقمار الفرنسية النوع الثاني أو من أهم الأقمار هي الأقمار الفرنسية. أول قمر صناعي أطلق لها من عام 1986 واسمه سبوت، على ارتفاع طبعا 822 كيلومتر، يمسح الأرض خلال 26 يوم، وهي أحد أهم السلبيات اللي إحنا منعاني فيها مع الأقمار. يعني أنا بدي الصورة لنفس المنطقة اللي أنا بدي أدرسها، ولكن والله مثلا صوره اليوم انشطبت عندي، سويت لها ديليت بالغلط، بدي اخذ صوره لها مره ثانيه وبنفس المكان بدي 26 يوم عشان اخذ لها هاي الصوره. طبعا المساحه اللي بغطيها يغطي مساحه ابعادها 60 كيلومتر في 60 كيلومتر، يعني تخيل صوره تقريبا بمساحه ابعاد 60 كيلومتر في 60 كيلومتر. نيجي على تطبيقات الاستشعار عن بعد. تطبيقات الاستشعار عن بعد، أول شيء إعداد الخرائط الطبوغرافية. كثير بيسأل طب ما احنا بنظم معلومات جغرافية أعدينا هاي الخرائط، طب شو الفرق ما بين النظم معلومات جغرافية والاستشعار عن بعد؟ نظم معلومات جغرافية تعتمد فقط على الصورة كما هي، غير قابل للمعالجة، يعني غير قابل للتوضيح. أما الاستشعار عن بعد لا، ممكن أخذ أنا هاي الصورة وأعدل عليها في برامج معينة ومن ثم استخرج لك الخرائط. عرفنا انه النظم معلومات جغرافيه ياخذ الصوره كما هي، لا تقبل للتعديل، اما النظم او الاستشعار عن بعد تقبل التعديل على برامج معينه. اعداد الخرائط الطبوغرافيه، طبعا الخرائط الطبوغرافيه هي خرائط تعتمد على البعد الثالث او على خط الكونتور، وخط الكونتور اللي حكيناه انه هو خطوط وهميه شبه دائريه مثلا تصل ما بين المناطق المتساويه في قيمه معينه. ونستذكر المادة اللي أخذناها بالعاشر اللي هي خرائط الطبوغرافية التابعة للمناخ اللي درسنا فيها الضغط الجوي ودرجة الحرارة. فأنا عشان أعد هاي الخرائط بدي أتعامل مع الاستشعار عن بعد. ثانيا استخدامه في المجال المناخي في التغيرات المناخية كالاحتباس الحراري ودراسة طبقة الأوزون. طبعا بخصوص هاي النقطة، الآن كل العالم مهتم بمرض الكورونا، ويعني الله يبعده عنا يا رب وعنكم ويعود الوضع كما كان، لكن في مناطق أو في بعض المنظمات الآن تقوم على دراسة إعادة ثقب الأوزون وإخلاقه بسبب قلة التلوثات اللي كانت تصدر من الإنسان. أنت تخيل تحكي عن 6 مليار إنسان فجأة اختفوا من الشوارع، فجأة المصانع سكرت، فجأة الحياة أو السيارات توقفت، فأنت بتحكي عن كمية من الملوثات الهائلة اللي انخفضت. فبالتالي الآن هم بيقوموا على دراسات لطبقة الأوزون وتبين معهم أن هذه الطبقة أو أن هذا الثقب أعيد إغلاقه، يعني صغرت مساحة الثقب. الاحتباس الحراري اللي احنا بنشاهد نتائجها في الوقت الحالي بالمنخفضات اللي بتيجي بكميات كبيره من الماء والفيضانات، وهذه كلها تتم دراستها عن طريق الاستشعار عن بعد. طبعا ثالثا استخدامه في الدراسات الجيومورفولوجيه، ومنها دراسه الاراضي الجافه مثل التصحر وخرائط المد السكاني او المد العمراني. رابعا التنقب او التنقيب عن المعادن والنفط والخامات. كثير منا نستغرب انه كيف بتتم دراسه النفط والمياه الجوفيه او بعض الخامات اللي موجوده في باطن الارض دون حفر متر واحد. يعني انا عندي شركات كبيره تعرف انه في عندي هنا نفط او ما في عندي عن طريق اللي هو الاستشعار عن بعد، ارسال امواج كهرومغناطيسيه من المرسل من القمر الصناعي ترتطم في سطح الارض وتخترق سطح الارض لحد الطبقه النفطيه او الطبقه المائيه ومن ثم تنعكس. وتحمل معها جميع الصفات،
وأخيراً الأغراض العسكرية. نيجي على اللي هو الموضوع الأخير بهذه الوحدة، وهو نظام تحديد المواقع GPS، وهو نظام الملاحة العالمية الذي يعتمد على الأقمار الصناعية في تحديد موقع نقطة معينة أو إحداثياتها على سطح الأرض. وكثير بنتعامل معه اللي هو عن طريق جهاز التليفون، أول ما حدا يحكي معنا وين أنت، والله بعت لي اللوكيشن. شو يعني لوكيشن؟ هذا هو اللوكيشن، نظام تحديد مواقع. طبعا كانت الغاية أول شيء لاستخدامه أو اللي هو أول ما طلع للأغراض العسكرية والحروب التي أقيمت في العهد السابق أو في القرن الماضي، ومن ثم بدأ استخدامه لعامة الناس في الدراسات والأبحاث. نيجي على مزايا النظام. مزايا النظام يعني ما يوفر هذا النظام من ميزة لكي يفضل نفسه عن أنظمة أخرى. يعني من الفرق بين مزايا وأهمية، نفرق بيناتهم، هذول السلايدين. مزايا ايش بيميز هذا النظام عشان انا استخدمه، اما اهميه ما هي اهميه هذا البرنامج، وكل البرامج عندها اهميات معينه وممكن تشترك البرامج في بعض الاهميات ولكن المزايا لا تشترك فيها. طيب، يوفر معلومات دقيقه من دون توقف، في اي لحظه تدخل على نظام الجي بي اس يوفر لك معلومات، يخزن احداثيات الموقع المرصود. انت سويت عمليه مثلا في مخطط المسار الزمني في الجي بي اس على التليفونات، اذا بتفعله بفعل لك اكاونت لك خاص فيك، انه انا وين رحت طول شهر مثلا 3 بالاماكن اللي رحتها، بالكيلومترات اللي انت سقت فيها او القدد فيها سيارتك. اذا عنده ميزه جميله جدا، وهو يخزن احداثيات الموقع المرصود. اما ثالثا، لا يتاثر بالظروف المناخيه. يعني عمرك شفت والله انه اللوكيشن انبعت لك في مثلا في منخفض جوي ما بين معك انه والله في غيمه؟ لا، استحاله. بل لا يؤثر الظروف المناخيه في هذا البرنامج، وسهل الاستعمال وشبه مجاني. في معلومات مخفيه بالجي بي اس لكن لا تستطيع ان تراها او لا تستطيع ان تتعامل معها الا اذا كنت يعني مهتم بالاقمار الصناعيه، عندك اكاونت معين تدفع عليه سنوي. فهو عشان هيك قال لك شبه مجاني، شبه مجاني للغرض الانساني الطبيعي، انه والله انا بدي اروح على موقع معين، بدي اروح على جرش، بدي اروح على اربد، في عندي صديق لي هناك بدي ازوره، فانا بدخل اللوكيشن تاعه وبعطيني اياه مباشره، ما بده مصاري. لكن اذا تطورت اعمالي على الجي بي اس فبده مصاري، او ممكن يكون عليه بعض من المصاري. اهميه نظام تحديد المواقع، تحديد الاحداثيات لاي موقع كخطوط الطول ودوائر العرض. واحنا بنعرف انه الارض مقسمه الى طول ودوائر عرض وخطوط الطول، واشهر خط طول وهو جرينتش، واشهر خط عرض او دائره عرض وهو دائره الاستواء. تحديد ارتفاع الموقع عن سطح البحر، انا بعرف كثير مناطق مرتفعه عن سطح البحر ومناطق منخفضه عن سطح البحر، فهو بحدد لي ارتفاعه. تحديد اتجاه المركبات والسفن والطائرات وتوجيه مسارها الصحيح. كثير مننا بنحكي طب الطائره كيف بتطير، السفينه كيف تبحر وهي ما عندها لا عفوا لا ما فيش عندها دلائل بحر، بحر وامتداد البحر كبير جدا. طب كيف تتعامل معها؟ عن طريق اللي هو الجي بي اس وربط الجي بي اس مع الاقمار الصناعيه. نيجي الان على اليه عمل النظام. يتم التعامل مع 24 قمر يدور حول الارض. طبعا عشان يتم عمليه الجي بي اس بدي 24 قمر، ولكن عشان انا اتعامل كشخص في تحديد موقع لابد وجود 4 أقمار فقط لا غير. انا بدي 4 أقمار لكي احدد، وراح نعرف انه هو الاهميه لـ3 ولكن الرابع لغرض معين راح نيجي نتعرف عليه عن طريق الصور كمان شويه. اول شيء يتم التعامل مع 24 قمر يدور حول الارض. 2، يحدد هذا النظام الاحداثيات عن طريق الاقمار الصناعيه ويربط نفسه كتليفون او جهاز كمبيوتر او سياره مع القمر الصناعي. ارسال اشارات لاسلكيه تحتوي على معلومات دقيقه بخصوص الموقع والزمن. طبعا هاي الاشارات التليفون بترجمها عندك كموقع، تمام؟ يعمل المستقبل للاشارات اللي هو المستقبل اللي هو نفترض التليفون، انا الان بتعامل مع هذا التليفون، تمام؟ هذا المستقبل بتعامل مع الاشارات وبيحدد الموقع عند وجود 4 أقمار على الأقل من 24 اللي فوق، مع الأخذ بعين الاعتبار الفوارق الزمنية لتواجد هذه الأقمار فوق رأسك أو فوق المنطقة اللي أنت يعني الآن حاليا فيها. نيجي نتعرف عليها من جانب عملي، كيف بتنهي هاي العملية؟
عندك الأربع أقمار زي ما أنتم شايفين. الأربع أقمار عندك واحد اثنين ثلاث أربعة. إذا انتبهت الثلاث لتحديد المسارات تاعتك نقطتك. القمر الرابع وظيفته اللي هو تصحيح الأربع مسارات. يعني الآن أصبح عندي ثلاث قيم للقمر الأول والقمر الثاني والقمر الثالث، واحد اثنين ثلاث. بأخذ الثلاث قيم وبقسمها على عددها بعطيني قيمة صحيحة القمر الرابع يعتمدها. إذا أنت فعليا ما بتأخذ أمرك من الثلاث أقمار، أنت بتأخذ من القمر الرابع. وإذا لاحظت إنه هذا المسار هو قياس التصحيح والموقع المصحح اللي بيبعث لك إياه. إذا الثلاث أقمار فقط لإرسال، يعني بمعنى آخر بأخذ لمحة مبدئية. الثلاث قيم أو الثلاث إشارات اللاسلكية تحمل للقمر الرابع، والقمر الرابع بإجراء عمليات حسابية وخوارزميات يقوم بالتصحيح وإنتاج الموقع المصحح. طبعا هاي الصورة مثلا لإحداثيات اللي هو قمر صناعي أو أربعة أقمار صناعية. الأربع أقمار صناعية تقوم إحداها بتصحيح المسار. طبعا هذا هو النظام المعلومات الجغرافية والاستشارة عن بعد والنظام تحديد الجي بي اس. طبعا لهون ان شاء الله هيك نكون ختمنا الوحدة الثانية. ان شاء الله الحصة القادمة في اللي هو الفصل الاول من الوحدة الاولى، لانه انا طلابي كنت يعني حاكي لكم انه راح نقلب المادة، فالمرة الجاية ان شاء الله راح تكون حصتنا عن الانسان والبيئة والموارد البيئية وكيفية استخدامها. ان شاء الله رب العالمين قد أفدناكم بهذه المحاضرة أو هذه الحصة، ويا رب نرجع نشوفكم بخير وصحة وسلامة، والله يزول هاي الأزمة إن شاء الله يا رب العالمين، وتعود الأمور لما كانت عليه سابقا، ونراكم أهم شيء بصحة وسلامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.